السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انت بتتفرج علينا فيه. شكرا لكل متابعين قناة كتو ادم. معلش كنا بقى متغيبين عنكم شوية، بس ان شاء الله اللي جاي هيكون احسن. بس هي الفكرة، بس اليومين دولت الواحد مسحول في الدار اللي بيرفعه، والدنيا كده مش متظبطة. فبرضه نحب نوريكم برضه كل حاجة اللي انتوا تبقوا شايفينها. بص يا جدعان الشكل ايه ده، ان شاء الله اللي هي الجديدة شغالين فيها، وادي دي اللي مفروض اللي كانت قديمة. فانتوا عارفين بقى الدنيا اهو، السطح بص عامل ازاي، شيل وحط وهد وبنى وقصة كده. فالموضوع بيبقى صعب يعني، ما اللي بيعمل غية جديدة بياخد وقت، ما بالك بقى انت بتبني وبتهد وقصة كده. فربنا يعديها على خير كده ان شاء الله، ويبقى حاجة كده تليق بيكم ان شاء الله، ويبقى حاجة كويسة ويجعلها فتحة خير علينا وعليكم وعلى أمة محمد كده. والناس اللي هي بعتت لي رسائل، الناس اللي هي كلمتني، الناس اللي هي كانت بعت لي اشارات كده على الفيس وعلى الواتس، حاجات كتير والله جت كده. وان شاء الله هنرجع بكل جديد ان شاء الله، هنرجع راجعة جامدة قوي وحاجة تليق بيكم. هو الفكرة بس والله، هي التأثير اللي الواحد مقصره ده مقصره عشان خاطر بس الشغل اللي هو فيه، عشان خاطر اللي هو التعب اللي هو فيه. فانا بيني وبين نفسي، انا يعني مش هضحك عليكم، انا لازم اللي انا مثلا على القناه ابقى متواجد، لازم ابقى معاكم حتى لو نزلت فيديو كده، بس بيبقى الوقت مش ضيق. فانت بتصحى الصبح برضه، واخد كام يوم اجازه كده عشان اخلص الدنيا بتاعتي دي. فبصحى الصبح قبل ما اخلص الدايرك بتاعي، قبل ما اعمل فيه حاجه، بنزل ببقى هلكان، ببقى عايز انام عشان اصحى برضه اعيد الكره تاني يوم. فالناس تستحملنا، والناس ان شاء الله برضه معانا ومكملين معاكم ان شاء الله. تحياتي لاحمد عماد، تحياتي لاي حد كتب لي كلمه، تحياتي للناس كلها عشان خاطر ما انساش اي حد بسبب دعمكم وبسبب حبكم ليا. قسما بالله ما هسيب اليوتيوب غير اخر يوم في عمري، وان شاء الله زي ما انا قلت لكم انا هنبدا بدايه قويه، وبيكم معاكم ان شاء الله هنوصل للعالميه. احنا وصلنا لها الحمد لله، ونجاح يعني قناه ناشونال جيوغرافي اللي احنا نزل التقرير اللي هو نزلنا مع حسن فونيا فيه ده نجاح فضل من عند ربنا، وثم برضو الدعم بتاعكم، ثم الكلام بتاعكم اللي بيقول واحد. فان شاء الله الواحد يرجع رجعة قوية، يرجع حاجة تليق بيكم. فما تنسوش دعمكم في قلب القناة، ما تنسوش الكومنتات بتاعتكم، وسامحونا لو ما كنتش برد على اي حد الايام دي، بس ان شاء الله ان شاء الله نفوق كده ونرجع رجعة قوية. وخصوصا النهارده يوم مش عادي، النهارده 4/9 برضه بحب الله كل حاجة تبقى ذكرى في القناة عندي. النهاردة 4/9 عيد ميلادي، النهاردة 4/9 عيد ميلادي. تحياتي الناس برضو، لسه الساعة 11:30 الناس اتصلت بيا، الناس هنتني، الناس بعتها لي رسالة على الواتس كتير، بعتها لي رسالة على الفيس كتير. فتحياتي الناس كلها، كل حاجة بتحصل في حياتي لازم أن تبقى ليها ذكرى. فالنهارده يوم مش عادي، النهارده عيد ميلادي. تحياتي للناس كلها، تحياتي المشتركين القناه ومش مشتركين القناه، تحياتي لاي حد بيكتب كلمه حلوه، تحياتي لاي حد بيتصل بيا، تحياتي للناس اجمعين. فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد، والجديد قسما بالله خليها مفاجاه، خليها على الله. واللي جاي قسما بالله ضرب نار قد القط اقف قدامه. فان شاء الله ان شاء الله هتلاقوا حاجات وحياه ربنا. خليها على الله عشان كتير الكلام قليل الفعل، واحنا الحمد لله مش كتير الكلام، بس افعالنا اكتر من كلامنا. سلام.